هذه هي جلستنا الأولى من اليوم الثاني، ويبدو لي من خلال العناوين وملخصات البحوث أننا ننتقل إلى موضوع مهم، وسمته الرئيسة هو تعدد أو هي تعدد المصادر أو إشكالية العلاقة بين تنوع المصادر، بين المحلي والدولي، بين العثماني والعربي. في هذا الموضوع المهم يحدثنا ثلاثة محاضرين: الدكتور عبد الرحمن المودن، الدكتور عبد الرحيم الحدى، الدكتور مصطفى ستيدي. المحفوظة هي ذاتها في عائلة ستيدي بالجزائر. طب اللفظ التونسي ستيدي. شكرا. دكتور عبد الرحمن المودن يحدثنا موضوعهم مؤرخو المغرب ومصادرهم بين الارتكاز على المحلي والانفتاح على الكون. والدكتور عبد الرحمن مؤرخ مغربي حصل على دكتوراه من جامعة بريستون في الولايات المتحدة الأمريكية، عمل باحثاً في كلية الآداب برباط وبجامعة الأخوين بإفران، وأستاذاً زائراً في جامعات دولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتونس. أهم مؤلفاته أو من مؤلفاته، كلها مهمة، من مؤلفاته البوادي المغربية قبل الاستعمار، شارك في تأليف عدد من الكتب وتنسيقها مثل كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب، ومؤخرا صدر له كتاب تقاطعات التاريخ والأنثروبولوجيا والدراسات الأدبية. فليتفضل الدكتور عبد الرحمن. شكرا سيد المهندس. الوقت للتسكين 25، نرجو الالتزام بالوقت. شكرا جزيلا، صباح الخير، وتحياتي المتجددة للسيدة والسادة الزملاء. مؤرخو المغرب مصادرهم بين الارتكاز على المحلي والانفتاح على الكوني. سأقسم هذا العرض إلى شقين. الشق الأول سأخصصه لحديث عن تجربتي البحثية بكيفيتي المقتضبة، والشق الثاني سوف أتوقف فيه عند الانتقال من المحلية إلى الكونية فيما يتعلق بتعامل المؤرخين المغاربة ومؤرخي المغرب بصفة عامة مع مصادرين. فعندما شرعت في التفكير في إنجاز بحث في ميدان التاريخ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كان التوجه الجديد في التاريخ في علوم وفي العلوم الاجتماعية الأخرى على الصعيد الدولي وفي المغرب هو الدراسات المونوغرافية الدقيقة كما استمعنا إليه الأمس، سواء تعلق الأمر بالدراسات الجغرافية الإقليمية في فرنسا، أو التاريخ المجهري بإيطاليا، والتاريخ الجهوي بتونس كما ذكره الأستاذ عبد الحميد أمية، ثم المونوغرافيات الأنثروبولوجية الأنجلوساكسونية المتميزة العديدة حول المغرب. وهنا أحيل على مونوغرافيات سبرو والأطلس والريف. اخترت أن أشتغل على منطقة لدي بها صلة مسقط الرأس، ولكن لم أكن أنتمي إلى أي مجموعة من مجموعاتها الإثنية، أي أنني كنت هنا في وضعيتي البين بين، مما جعلني أطمح إلى تعميق معرفتي بالمنطقة دون أن يكون لدي أي حاجز من حيث الانتماء المتحيز إلى إحدى إثنيتها. هذه المنطقة هي الممر بين فاس وتازة، وكنت أصادف أسماء هذه القبائل، قبائل الساكنة بها، في نصوص الإخباريين، لكنها لا تظهر إلا بعبارات سلبية كمجموعة من الرعاع أو القبائل الجاهلة، وبخصوص كانت تقدم على أنها سهلة الانقياد لكل دائر فتان. وفعلا خلال القرن التاسع عشر
وقفت هذه القبائل إلى جنب عدد من الثوار منهم الأمير عبد القادر الجزائري عندما انقلب من مجاهدين ضد الفرنسيين في الجزائر إلى دائر ضد السلطان المغربي في المناطق المغربية الشرقية، وذلك بعد هزيمة إسلي واضطرار السلطان إلى الخضوع لضبط فرنسا بقصد محاصرة مقاومة هذا الأمير. ثم وقفت نفس القبائل إلى جانب ثوار آخرين ربما أشهرهم هو المدعو بوحمارة في بدايات القرن العشرين. والسؤال هو كيف نفهم هذا السلوك وكيف نعطي معنى لهذه المواقف؟ لكن البحث في تاريخ هذه المنطقة كان تحديا كبيرا لأنها ذات ثقافة يطغى عليها جانب الشفوية، والبحث التاريخي آنذاك يقتضي الاعتماد على الأقل على رصيد من الوثائق المكتوبة. وأتذكر هنا كيف صرفني أحد الأساتذة بحركة من اليد بعد أن عرضت عليه مشروعي قائلا: عد إلي بحزمة من الوثائق ونتحدث إذاك. طبعا لم تكن عندي الحزمة المطلوبة، وحينما تكونت بالتدريج لاحقا لم أرجع إليه. هكذا بدأت رحلة تكوين المدونة الكفيلة بتنوير ماضي المنطقة بتشجيع من المرحوم جيرمان عياش. وهذه منطقة عبور بين الشرق والغرب، ومنطقة تماس بين الجبل والسهل، ومنطقة تداخل بين العرب والأمازيغ، وبين المستقرين والمنتجعين إلى غير ذلك من السمات المثيرة للانتباه. قادتني الرحلة إلى بعض الأرشيفات الأوروبية، وأخص بالذكر الأرشيفين الدبلوماسي والعسكري بباريس، وكانت الاستفادة كبيرة من تقارير رؤساء البعثة العسكرية الفرنسية الذين كانوا يرافقون السلطان في تحركاته، فيحررون تقارير ذات طابع سري وعلى قدر كبير من الدقة. لكن تلك التقارير لم تغني عن البحث عن الوثائق المحلية التي سوف أجدها مركزة في مكتبة القصر الملكي بالرباط بعد أن فتح أبوابها للباحثين المرحوم محمد عربي الخطابي. وما من بأس أن نذكر بعض الأسماء التي سهلت ويسرت البحث في المغرب مثل هذا الاسم. يتعلق الأمر هنا بالمراسلات المتبادلة بين السلطان والقياد والأمناء والشرفاء المنتمين إلى تلك المنطقة، ولا سيما منها ما يرد على الديوان السلطاني من قبل النخب المحلية. تفتح هذه المراسلات الأفق على جوانب غنية من التاريخ المحلي، أكتفي منها بمثال بسيط لا إرادي بالنسبة لمن حررها، يتمثل في بنية المراسلة وأسلوبها وحتى خطوطها، مما أسرع على الكشف على كون عدد من الطلبة بالمعنى المغربي أي الذين لهم نصيب من التعليم الديني كانوا يتجولون بين هذه القبائل ويشتغلون في وظيفة الكتابة لدى القياد، أي من مجرد الشكل المادي للوثائق كان بإمكان التوصل إلى بعض جوانب الحياة اليومية لتلك المناطق. فإلى ماذا انتهيت من خلال هذا البحث؟ إلى عدة أمور. الأمر الأول هو أنني كشفت عن تاريخ معقد فيه رهانات وأشخاص بأسماء محددة وقضايا معينة، وليس مجموعة من القبائل الجاهلة، بمعنى أنني رفعت النسيان عن تاريخ مجموعة بشرية مغمورة التاريخ. ومن هذا الباب فالمؤرخ يعد فاعلا في إحياء الذاكرة أو صانعا لجانب من جوانب الذاكرة المستعادة. الأمر الثاني أن تلك القبائل عرفت بانتفاضاتها نظرا لثقل الجباية من جهة، ولحساسيتها تجاه الاحتلال الأجنبي بالجزائر والتهديدات الأجنبية بجهات من المغرب، وكانت تعتبر المواقف المخزنية البراغماتية الحذرة من باب التخاذل مما يجعلها تتبع دعوات الجهاد ولو أتت من مغامرين لا شرعية لهم. الأمر الثالث أنني خرجت من هذا البحث بسؤالين. الأول مركزي، وهو هل يمكن تعميم هذه النتائج على الانتفاضات القروية بمغرب القرن التاسع عشر بكامله؟ وكانت المدونة الأرشيفية الآن قد أصبحت في المتناول، كان من الأيسر أن أتوجه في هذا الاتجاه.
أما السؤال الثاني فكان ثانويا لا غرض لما يحيط به من إكراهات، وهو مشكل العلاقات المغربية العثمانية، حيث أن معظم المواجهات بين الطرفين تمت عبر ممر فاس تازة بالضبط. والسؤال هو كيف ظل المغرب خارج السيطرة العثمانية؟ لم تكن الكتابات المغربية العثمانية في ذلك الوقت تتعدى التغني بكون المغاربة في بطولتهم تمكنوا من إيقاف المدين البرتغالي والعثماني على حد سواء. ثم كل من وقع الحديث معه في هذا الموضوع كان يقلل من شأنه باعتبار أن العلاقات بين الطرفين كانت قليلة أو لا تتعدى المواجهات حسب الاعتقاد السائد. لذلك فالمغامرة في مثل هذا الموضوع كانت تتطلب تعلم اللغة العثمانية بعد التركية والمقام في إسطنبول، وكلها إكراهات كانت خارج المتناول. لكن الأقدار شاءت أن أعرج على جامعة مينستون في الولايات المتحدة، حيث تحمس بعض الأساتذة للموضوع، فكان أن حل السؤال الثانوي محل السؤال المركزي. هنا أيضا ومن غير قصد سبق السؤال تكوين المدونة، وهنا أيضا أسهم البحث التاريخي في استعادة ذاكرة منسية أو تم مسحها خلال المرحلة الاستعمارية، حيث كان من أشغل الشواغل بالنسبة للمقيم العام اليوطي أن يكرس فكرة القطيعة التامة بين العثمانيين والمغاربة. وكانت المتعة أننا التقينا في الأرشيف التركي كفريق من ثلاثي من الباحثين المغاربة، الحفيظ الطبيلي، عبد الرحيم برحادة وأنا، كل منا جاء إلى هذا البحث عبر مساره الخاص، ولكننا جنينا ثروة من المادة الأرشيفية لم تغير نظرتنا إلى الموضوع الخاص فحسب، بل أيضا نسبت الكثير مما يقال في شأن الدولة والمجتمع المغربيين بصفة عامة. لهذا أكون قد انتقلت إلى جانب زملاء آخرين كثر من المستوى المحلي إلى المستوى الكوني، لا فيما يتعلق بموضوع البحث فحسب، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمصادر المعتمدة في هذا البحث، وهذا يقودني إلى الحديث عن مؤرخ المغرب ومصادرهم بصفة عامة. يمكن للمتأمل اليوم في المشهد الأكاديمي بالجامعة المغربية أن يميز بكيفية سريعة بين ثلاثة أصناف من العلوم، على الأقل في مستوى الإنسانيات والاجتماعيات. هناك علوم رصدت تراثا سابقا عنها واستوعبت معارف جديدة وافدة مع التأثيرات الغربية فغيرت تسميتها، ومنها مثلا العلوم السياسية التي رصدت ما كان يؤلف في كتب الآداب السلطانية، ومنها العلوم القانونية التي اعتمدت على علوم الشريعة. وهناك صنف ثاني يتمثل في العلوم التي يمكن تسميتها بالعلوم الوافدة، والتي حلت بالمغرب في ركاب الحملة الاستعمارية، ومنها الاقتصاد والسوسيولوجيا والجغرافيا إلى غير ذلك، وهي علوم جاءت بمناهجها الحديثة. وهناك علوم لم تغير تسميتها القديمة ولكنها غيرت محتواها، ومنها التاريخ على وجه الخصوص. هذا من العلوم التي عرفت بالمغرب قبل الاستعمار واستمرت تحت الحماية ثم ترعرعت في إبان الاستقلال. ويمكن بصورة تقريبية تمييز المؤرخين المحليين عن المؤرخين الدوليين خلال المراحل الثلاث، من حيث التعامل مع المصادر ونوعيتها، ومن حيث التعامل مع بعضهم البعض، بمعنى أنه سيتم التدرج من مرحلة التجاهل إلى مرحلة التجسير بين الطائفتين، ثم مرحلة التفاعل المتبادل. في مرحلة ما قبل الاستعمار، وعلى الرغم مما تكتسب هذه العبارة من فضفاضية، يمكن اعتبارها وأخذها في مسألة التحقيق بالنسبة للكتابة، بما أن سمات الكتابة استمرت خلال هذه المدة الطويلة بالنسبة للمؤرخين المغاربة. فالمؤرخون المغاربة يعتمدون ويستعملون بالأساس المصادر المحلية
لكننا هنا سوف نقتصر على ثلاث انواع من هذه الـ 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 من هذه الكتابات التاريخيه، واقصد هنا الرحلات والتراجم والوفيات وتواريخ الدول. هناك اصناف اخرى لن نتوقف عندها على كل حال، ولكنها من الافاده بما كان، منها الكنانيش والتقييد والحوالات الحبسيه الى غير ذلك، ولكن هذه الاصناف الثلاثه التي اشرت اليها تبقى هي الاهميه في الكتابه التاريخيه. والملاحظ فيما يتعلق بالرحلات مثلا ان نصوص الرحله تنقل بعضها البعض، ولا بد من الاشاره الى كما ذكر ذلك سوزان ميلر في تحقيقها لرحله الصفار، ان هذه المساله لا ينبغي ان تؤخذ على اساس انها سرقه ادبيه كما هو الامر في الغرب، وانما كان الامر معمولا به لدى الجميع، بحيث ان نقل البعض للبعض اخر يعتبر له وظيفه اساسيه، اذ ان عدد من النصوص لم تبلغنا الا عبر ما نقل من طرف اللاحقين عن السابقين. اما بالنسبه لنصوص تواريخ الدول فاننا نجدها تسير في نفس الطريقه، وكذلك تستعمل ما سبقها وتحاول ان تتممه، يظهر هذا احيانا حتى في مساله العناوين. هنا ما من بأس ان احيل على في مجال كتابه تاريخ الدول على ما يسمى بالتواريخ المجهوله، وكتابه التاريخ بصفه مجهوله تترك للمؤلف حريه التصرف الواسعه، بحيث اننا في بعض هذه الكتب المجهوله نجد اكثر ما كتابات جراه على تقويم السياسات الخارجيه والداخليه للدول ولسلاطين المغاربه. الامر الثاني الذي يمكننا ان اشير اليه هنا ان هذه الكتابات المغربيه لم يكن بامكانها ان تطلع في هذه المرحله المتقدمه على ما كتب من طرف الاجانب حول المغرب. المؤرخون الاجانب، وهنا ربما قد نعامل عباره المؤرخ بشيء من التجاوز، نجد هنا يعني سفراء، نجد هنا مرافقين للسفراء او اسرى او كذلك رحاله، فهؤلاء كلهم اتيحت لهم فرصه الاطلاع على ماضي المغرب، ومنهم البعض الذي دون اشياء هامه بالنسبه لتاريخ المغرب. احيل هنا على محمد على عفوا على دومينغو باديا الذي هو اسباني واتخذ اسما عربيا علي العباسي، وقدم نفسه على اساس انه اتى من المشرق وتمكن من الدخول الى الاوساط المخزنيه، وهو يدون عدد من الامور المتعلقه بتاريخ المغرب، لا يكتفي بمشاهداته بل كذلك ياكل عددا من الامور من افواه الرجال، وكذلك يحاول ان يقتنص ما يمكنه من النصوص الاصليه، من ذلك مثلا انه سجل في هذه المرحله المتقدمه من بدايه الخامس عشر كيف دخلت بعض العادات والممارسات الاجتماعيه في المغرب مثل تناول الشاي مثلا. ففي هذه المرحله كذلك يمكننا القول ان الاعداد للسيطره على المغرب سبقته عدد من البحوث والرحلات الاستكشافيه التي مهدت للسيطره الفرنسيه على المغرب. طيب، في مرحله الاستعمار يمكننا ان نؤكد على كون المؤرخين الاجانب كان لهم سبق في الاطلاع على الارصده المغربيه، وهذا جزء مما نسميه التسرب الاستعماري عن طريق النفوذ الثقافي.
فمن يدخل إلى مصادرك، من يتعرف على مصادرك له أيضا إمكانية التعرف على ذهنية المجتمع، وبالتالي له إمكانية التحكم فيه. فخلال هذه المرحلة الاستعمارية يمكننا الحديث عن بداية التجسير من اتجاه في الاتجاه الآخر، من اتجاه المغاربة. هناك شباب مغاربة خلال المرحلة الاستعمارية الذين تتلمذوا على قمم البحث الفرنسية، ومنهم يمكننا هنا الإحالة على مثال شهير، وهو مثال عبد الله العروي الذي تتلمذ على جاك بيرك. أما في مرحلة الاستقلال، وأعتذر الوقت سيداهمني، في مرحلة الاستقلال يمكننا أن نتوقف عند جيلين. الجيل الأول كما وقع في عدد من الجهات من البلاد العربية، اهتم بالأساس بمناهضة أو دحض الأطروحات الاستعمارية، فكان هذا الجيل يؤسس ويرسخ بنيات الدولة الوطنية، فكان ينطبع بالأساس بموقف دفاعي، وإن كان أنه هو الذي أسس للمدرسة التاريخية المغربية. أذكر هنا اسمين عالمين، جيرمان عياش والذي عرف بدفاعه عن الأرصدة الوثائقية المغربية، وأذكر بطبيعة الحال عبد الله العروي وإضافاته إلى الحقول الفكرية والتاريخية المختلفة. أما الجيل الثاني بعد هذا الجيل الأول في أواسط السبعينيات إلى التسعينيات، فإنه اتخذ موقفا مغايرا تجاه المصادر، بحيث أنه ركز على ما سمي بنقد مزدوج، نقد في نفس الوقت للمدرسة الكولونيالية، ونقد أيضا لهذا الطروحات أو على الأقل لتوجهات الجيل الأول. وهنا عدد من الباحثين الذين انفتحوا ليس فقط على مختلف الأرصدة الوثائقية، ولكن أيضا انفتحوا على وثائق أجنبية دولية، وانفتحوا على أنواع متعددة من المستندات بما في ذلك المستندات الشفهية لكتابة التاريخ. هكذا في حدود أواسط التسعينيات يكون ما يسميه كارل بولاني التحول الكبير في مستويات أخرى قد حصل بالنسبة للكتابة التاريخية المغربية، أي الانفتاح على المستويات الكونية. والسؤال المطروح اليوم هو إلى أي حد ينبغي تحصيل هذا الانفتاح، بالخصوص بالنظر إلى تدني انفتاح الشباب على اللغات الأجنبية، وضمن أسباب أخرى متعددة هناك تخوف من النقوص من جديد إلى دائرة الكتابة المحلية الضيقة، ما لا نتمناه. وشكرا على انتباهكم. شكرا للدكتور عبد الرحمن على التزامه بالوقت أولا، ومزيد من الشكر على هذا العرض المختصر ولكن الواضح. مهم جدا يعني أن ننطلق من السمة التي الصفة التي أشار لها، تاريخ معقد. فعلا كل تاريخ هو تاريخ معقد، والإبستمولوجيا عن التاريخ اليوم يدعونا إلى منهج نسميه الكروازير، التاريخ المتقاطع أو التاريخ التقاطعي. فكل ظاهرة تاريخية فعلا هي ظاهرة تحتاج إلى العديد من المصادر، إلى تعدد هائل من المصادر، وإلى منهج مركب يستعين لا بالتاريخ الحدثي، التاريخ الوثائقي الحدثي، وإنما التاريخ الذي يستعين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية كلها. البحث الثاني للدكتور عبد الرحيم بن حدّة
موضوعه التجاهل المتبادل بين المصادر المغربية والعثمانية. والدكتور عبد الرحيم بن حدة رئيس تحرير مجلة الدستور كما تعرفون، وعميد شؤون الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أستاذ بجامعة محمد الخامس وعميد كلية الآداب بها سابقا. نشر نصوصا كثيرة في تاريخ المغرب، تاريخ الدولة السعدية لمؤرخ مجهول، ورسالة في يهود. سأختصر يعني حتى تكسب الوقت. وأشرف على سلسلة كتب جماعية اهتمت بتاريخ المغارب والعالم المتوسط في العهد العثماني. أسهم في الكتاب الجماعي المعروف ومصدر مرجع أساسي تاريخ المغرب تحيين وتركيب، وفي وضع كرونولوجيا تاريخ المغرب، وقد خصص معظم مقالاته للتعريف بالإنتاج التاريخي والسفاري في الدولة العثمانية والمغرب وقضايا الأرشيف العثماني. فليتفضل الدكتور عبد الرحيم تقديم ورقته. شكرا دكتور نزيه، اسمحوا لي سأعود بكم إلى الوراء. في دراسة سابقة عن الدخول العثماني إلى فاس 1554-1576، سعينا إلى إبراز التكامل بين الوثائق الإسبانية والعثمانية، وبينا أن هذه الوثائق لم تكن دائما على طرفي نقيض، وتسمح لقارئها بإعادة بناء الحملتين اللتين قادهما الأتراك إلى فاس. وانتهينا في هذا البحث إلى أن إنتاج الوثيقة يعكس المواقف المتباينة للطرفين من الأحداث التي عرفها المغرب في القرن السادس عشر، وهي مواقف كرست المصالح المختلفة لإسبانيا والدولة العثمانية. وبالرغم من أن البحث السابق كان مخصصا للنظر في الوثائق الإسبانية المحفوظة في الأرشيف الإسباني كما نشرها أنري دو كاستر، والوثائق العثمانية المحفوظة في الأرشيف العثماني، إلا أن ذلك لم يكن يعفينا من العودة إلى الكتابة التاريخية العثمانية والمغربية التي أرخت لهذا الحديث. وهنا وقفنا على صمت مطبق للنصوص العثمانية عن الحدثين، وهو الأمر الذي دعانا إلى التوسع في الموضوع والبحث في استغرافيات المغربي والدولة العثمانية. ترمي هذه الورقة إلى إبراز مكانة العثمانيين في المصادر المغربية من جهة، ومكانة المغرب في المصادر العثمانية من جهة ثانية، خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين الرابع عشر والقرن أو بداية القرن العشرين، أي خلال المدة الزمنية التي حكمتها الدولة العثمانية. كيف عالج المؤرخون المغاربة تاريخ الدولة العثمانية باعتبارها دولة عالمية؟ وما هو الصدى الذي كان لأحداث كبرى في المصادر المغربية؟ وهل استرعى المجال المغربي المستقل انتباه المؤرخين العثمانيين؟ وما هي سياقات الاهتمام والتجاهل المتبادل؟ سوف نعالج ذلك من خلال لحظتين، اللحظة الأولى وتتعلق بالمصادر المغربية، واللحظة الثانية تتعلق بالمصادر العثمانية. في العصور الوسطى انغمس المؤرخون المغاربة في التاريخ المحلي، وانشغلوا بالتاريخ لسلاطينهم ومدنهم. غاب تاريخ آخر في كتابتهم، ويشكل العلامة ابن خلدون خروجا عن القاعدة، حيث سعى إلى كتابة تاريخ شامل يرمي إلى الإيمان بتاريخ البشرية. ونعتقد أن هذه التجربة تعتبر أول محاولة في تلك الفترة للاهتمام بالتاريخ العالمي. لقد خصص ابن خلدون كتابه لتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ويدخل تاريخ التركي والفرس في إطار سعي ابن خلدون إلى الإحاطة بتاريخ المعاصرين والعرب الفاعلين في تاريخهم. لقد أولى ابن خلدون اهتمام خاصا بالأتراك، ليس فقط من خلال الفصل المخصص في كتابه العبر، ولكن أيضا من خلال كتاب التعريف الذي يتضمن إشارات توضيحية عن تاريخهم. وتعتبر المعلومات التي يقدمها ابن خلدون عن الأتراك أكثر أهمية من تلك التي يخصصها للأمم الأخرى كالفرس مثلا، الذين لم يتمكن من الإحاطة بكل الدول التي حكمتهم.
لتكنس المعلومات التي قدمها عن الفرسي موغلة في القدم تتعلق بالدولة الساسانية وتخص بالأساس الجوانب الثقافية، فإن ما يقدمه عن الأتراك يتميز بالراهينية، والهندسة في ذلك يعود إلى الأدوار التي أضحى يلعبها الأتراك في تاريخ المشرق العربي زمن الخلدون، كما أنه يرتبط بكون الخلدون وجد ضالته المنشودة في التركيبة الاجتماعية للأتراك للبرهنة التي على نظرية العصبية التي شرحها في المقدمة. لقد وجد ابن خلدون تماثلا كبيرا بين البدو العرب في المغرب والبدو الأتراك. عندما نقرأ الجزء الخامس وهو الجزء المخصص للتركي والفرس يمكن أن نسجل ثلاث ملاحظات تتعلق بالحضور التركي في هذا الجزء. أولا أن ابن خلدون أرخى للتركي كأمة ولم يتمكن من التمييز بين مكونات هذه الأمة التركية، فاعتبر ابن خلدون الممالك أتراك والباغون أتراك، وعدم التمييز بين هذه المكونات نابع من رؤية ابن خلدون للأتراك في التاريخ. الملاحظة الثانية وأن ابن خلدون كان معجبا بإنجازات الدولة المملوكية وخاصة بإنجازات السلطان برقوق الذي عاش في كنفه عندما حل بمصر، فقد أنشد ابن خلدون بالنشاط العمراني الذي عرفته القاهرة في هذه الفترة في فترة زمان السلطان برقوق. يركز ابن خلدون أيضا، وهذه مسألة باتت معروفة، يركز على علاقته بتيمورلنك ويؤكد على الدور الذي حاول أن يلعبه من أجل تاني تيمورلنك على محاصرة دمشق. لكن أهم ما يستوقف القارئ في عند قراءة هذا الجزء هو عدم الحديث عن الدولة العثمانية إلا لماما، ولم يخصص لها ابن خلدون سوى ثلاث صفحات تحت عنوان الخبر عن الدولة المستجدة للتركمان في شمال بلاد الروم إلى خليج القسطنطينية وما وراءه لبني عثمان وإخوته. هذا بالرغم ابن خلدون كان في نهاية القرن الرابع عشر في مصر، مر على ظهور الدولة العثمانية ما يليف عن قرن من الزمان، وكانت الدولة العثمانية في هذه الفترة قد حققت العديد من المكتسبات الترابية. عندما نتتبع كرونولوجيا الدولة العثمانية نجد أن العثمانيين وصلوا إلى بورصة في سنة 1826، بلغوا الدردنيل في سنة 1840، وصلوا إلى أدرنا واتخذوها عاصمة في 1865، وصلوا إلى صوفيا كوسوفو في 1889، وكان بايزيد الأول قد شرع في التحضير للحصار الذي ضربه على القسطنطينية ما بين 1895 وسنة 1897. في هذه الصفحات الثلاثة التي يهتم فيها ابن خلدون بالدولة العثمانية نجده يركز على ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى هي المجال الذي استوطنه الأتراك، وهذه قضية المجال هي لا زالت مطروحة حتى عند المؤرخين الأتراك الآن. إيبر أورتايغل يطرح قضية علاقة الأتراك بالمجال الذي يوجدون فيه في الآن. يركز أيضا على الطابع الجهادي، قضية الدعوة الدينية والجهاد، يعني المجال طابع الجهادي دعوة دينية كلها تدخل في إطار يعني النظرية التي صارها ابن خلدون. ابن خلدون أيضا يركز على مسألة العلاقة التي جمعت بين آل عثمان وإمارة قرمان، ورأى في الصراع الذي دار بين الإمارتين ما يؤكد على نظريته، ولكن ينهي دائما كلامه عن هذه القضايا التي يثيرها بكلمات ضبابية، ويقول مثلا وما أدري الله صانع بعد ظهور هذا الملك، عندما يتكلم عن تاريخ عن بدايات الدولة العثمانية. المسألة الرابعة
ترتبط بتعامل ابن خلدون مع احداث البدايات الاولى للدوله العثمانيه، وتعامل كما قلت يتميز بكثير من الاختزال، حيث ينهي كلامه عنها بما يلي: وملك ابن عثمان لهذا العهد مستفحل بتلك الناحيه الشماليه ومتسع في اقطارها، ومرغوب عند امم النصرانيه هناك، ودولته مستجده عزيزه على تلك الامم والاحياء، والله غالب على امره. قد يكون تعامل ابن خلدون مع هذه الاحداث بالرغم من اهميتها نابع من الصدى الذي كان لها في العالم العربي الاسلامي، وايضا لانه لاحظنا ان كل احداث تتعلق بمجال اوروبي، لم تكن الدوله العثمانيه قد مثلت في هذه الفتره المجالات العربيه. قد يكون تعامل ابن خلدون مع هذه الاحداث كما قلت نابع من الصدى الذي كان لهذه الاحداث في العالم العربي الاسلامي، وايضا قصور التاريخ لها في هذه الفتره التي عاشها ابن خلدون. لقد سبق ان اكدنا في دراسه سابقه على ان تاريخ البدايات الاولى للدوله العثمانيه يكتنفه الكثير من الغموض على غرار باقي الدول، فقد كان التاريخ للبدايات الاولى ينتج زمن اوج الدوله، فتتلون الكتابه التاريخيه بلون الازدهار، ويجري ابتداع العديد من الأحداث التي تسير في اتجاه الأسطرة، والتي لا تصمد بالنسبة للدولة العثمانية، لا تصمد كثيرا عند مقارعتها بما أولدته النصوص الأوروبية وخاصة البيزنطية منها. وبالتالي لم يسعفنا ابن خلدون من الوقوف عند التطورات التي عرفت الدولة العثمانية في بدايتها. بعد ابن خلدون عاد المؤرخون المغاربة إلى الاختصار على التاريخ المحلي واستعراض الأحداث التي همت المجال المغربي، ومن ثم لم يسترع انتباه المؤرخين المغاربة الفتحة العثمانية القسطنطينية، بالرغم من الصدى الذي خلفه هذا الحدث عند مدرائهم الأوروبيين، كما لم يسترع انتباه هؤلاء المؤرخين الفتوحات العثمانية في مصر سنة 1517، بالرغم من التداعيات الكبيرة التي كانت لهذا الحدث على مستوى العالم الإسلامي، وتحول الدولة العثمانية إلى راعية للمسلمين. يدخل الحديث عن مصر في إطار ما يسميه المؤرخون باللطيفة أو النكتة، ويميز عبد الله العربي في مفهوم التاريخ بين الحدث العظيم والحدث الطريف، واللطيفة تدخل ضمن الحدث الطريف، وهي تعني في الكثير من الأحيان الخبر الثقافي. يأتي ذكر هذه اللطيفة في سياق الخبر عن بداية السعديين وسياق اتصال السعديين بالملك، بمعنى أن هي مجرد هامش، الحديث عن فتح مصر هو مجرد هامش، مجرد لطيفة. عندما كان الأفراني يتحدث عن بداية الدولة السعدية ذكر هذه اللطيفة انطلاقا من تلك الآية القرآنية التي تم تداولها بكثرة في بداية السعديين: ولقد كتبنا في الزابور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعندما نقوم بال مقابلة العدد بهذه الآية نجد هو 920، و920 هجرية هي تاريخ بداية السعديين، وهي تاريخ دخول العثمانيين إلى مصر. بدأ الأفراني في البحث عن هذه عن مدلول هذه الآية، فوجدها تتردد في كتاب رحلة ماء الموائد للعياشي، ولكن هو بما أنه أوردها وأورد فتح مصر أراد أن يمرر العديد من الرسائل السياسية هذه المرة التي تثبت أو تؤكد موقف المغرب من الدولة العثمانية. فحدث الدولة دخول إلى مصر لم يكن بالحدث العظيم، بل كان مجرد حدث طريف، غير أنه كان صاحب النزعة من تبرير العديد من المواقف الرسمية من الدولة العثمانية. فالدخول العثماني إلى مصر
لم يكن متوافقا عليه من قبل كل العلماء الدولة العثمانية، وهو ما اضطر السلطان العثماني إلى استعمال الحيلة. وهنا نجد قضية الحيلة والخداع تتردد كثيرا على ألسنة المؤرخين المغاربة في نهج العثمانيين، إلى الحيلة لتسويغ الحملة العثمانية على مصر. وهذه الأمور التي يريدها تدخل في باب اللطيفة، وعبارة كما قلت عن هامش ما كان يمكن إطارته لولا الآية التي جرى تداولها في النصوص المغربية، وأما التاريخ بداية السعدية. وبالقدر الذي غاب فيه الدخول العثماني إلى مصر، لم يكن لإعلان الأخوين عروز وبربروس تبعية الجزائر للدولة العثمانية سنة 1517 الصدى المتوقع في النصوص التاريخية المغربية، على اعتبار التأثيرات المباشرة التي كانت بحكم القرب لهذا الحدث بحكم القرب الجغرافي. لقد جاء الحديث عن الدخول العثماني للجزائر بموازاة الصردية المتعلقة بمبايعة محمد المهدي القائم بأمر الله بالسوس. فإذا دائما الأمر عند الحديث عن خبر متعلق بالدولة العثمانية هو مرتبط بالأساس بما كان يجري في المغرب. يقول الأفراني: في هذه السنة استولى الأتراك الترك على الجزائر والتلمسان وتملكوا مدائن المغرب الأوسط، ولم يكن لهم قبل ذلك في الغرب تملك ولا صورة. ولا يربط الأفراني الدخول التركي إلى الجزائر بخير الدين كما جرت عادة المصادر العثمانية والأوروبية، بل ربطه بشخصية صوفية، وهي شخصية أحمد بن القاضي الزواوي الذي كانت له همة، يقول، في شديدة في غزو الكفار، فكاتب الترك وعرفهم غرة هذه البلاد. ولما يسمع من شدة الأتراك في المعارك ونجدتهم في الحروب وإرهابهم للكفار، وكان يحض الناس على اتباعهم والانخراط في سلكهم والسمع والطاعة لأمرهم. بالرغم من إشادة الأفراني بالدور الجهادي للأتراك، إلا أنه يعود إلى نفس المنطق الذي أولد به الدخول التركي إلى مصر، وهو منطق الإدانة لأدوارهم. فقد مكروا، يقول، مكروا بالشيخ وغضبوا به خوفا على رياستهم، فقتل رحمه الله شهيدا. ولما أخذ الترك الجزائر والتلمسان أكثروا فيها الفساد ونهب عروج أموال أهلها وأدار عليهم دائرة الضوار والسوء ومزقهم كل ممزق. في النصف الثاني من القرن السادس عشر كان الحضور العثماني في النصوص المغربية باهتا، وارتبط بشكل كبير بالعلاقات التي ربطت السعديين بالأتراك العثمانيين، ولا يخوض المغاربة فيما وراء تلمسان. عندما بدلاً كتب المؤرخون المغاربة بما في ذلك حتى المؤرخ المجهول الذي كان معارضاً للدولة السعودية عن حلق الواد عن تونس، كان معركة حلق الواد جيء بها لأنها لها علاقة بمساعدة العثمانيين على عبد الملك للدخول إلى المغرب، وركزوا على الدور الذي لعبته أم عبد الملك في الحملة، وركز المؤرخ المجهول ومن نقل عنه على الدور الذي لعبته أم عبد الملك في ما بعد حلق الواد. عندما نرى حلق الواد معركة تونس في المصادر المغربية، لا نجد أي حتى الحديث عن من قادها، لا نجد أي أخبار عن كيف جرت هذه المعركة، عن أسبابها، عن مجرياتها، عن نتائجها، لا 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 نجد. ولكن ارتبط الحديث عنها أو ندونها لأنها مرتبطة بمسألة الدخول العثماني إلى المغرب. كان ينبغي أن ننتظر النصف الثاني من القرن التاسع عشر لنقف عند نص مفصل عن تاريخ الدولة العثمانية، وهو نص كتب من قبل السفير المغربي إلى الإستانة من إسطنبول أبو قاسم الزياني. هذا النص يلتقي مع نص العبر أو مشابه للعبر في أنه أولا يندرج ضمن كتاب التاريخ العام.
أنه كتب من قبل عارف بالدولة العثمانية. فهو على غرار ابن خلدون أقام في مصر، أقام في إسطنبول كسفير في سنة 1786، عاد إلى إسطنبول في سنة 1793، عاد إلى مصر ومكث بها فترة طويلة. كل هذه الأمور مكنته من أن يكون أن يكون نظرة عن المشاكل. عندما نقرأ هذا الفصل المتعلق بالدولة العثمانية، وكتب الترجمان المعرب وكتبه على الشكل الذي كتب بها ابن خلدون ومن سبقه في التواريخ العالمية، الملاحظة الأولى هي التي يمكن أن نسجل هو التوقف من الدولة العثمانية منذ البداية، هو الدعاء للدولة العثمانية في عنوان الفصل الذي يخصصه لها. وهذا الدعاء هو يعبر عن موقف معين من الدولة العثمانية، يبدو في تلك المراسلات التي تبادلها السلطان محمد بن عبد الله والسلطان عبد الحميد الأول، والمتعلقة بأداء أو حسن أداء السفير أبو القاسم الزياني. الثانية هي الأهمية التي يعطيها لمصر، وهذه الأهمية التي يعطيها لمصر يمكن النظر إليها من زاويتين: الأهمية التي كانت مصر في الشام العثماني، وأيضا طول مكته في مصر. الثالثة، الملاحظة الثالثة، وتتعلق بتنوع طريقة الكتابة بين مختلف الفترات المؤرخين. فخلال التاريخ للدولة العثمانية في بدايتها يلاحظ القارئ ميل الزياني إلى الاختصار دون إصدار أحكام، ويتبين هذا الاختصار في سرد وقائع الحملات العثمانية بعبارات جاهزة تتردد كثيرا. ولما أصبح طلب أهل المدينة الأمان فأمنهم، هذه الجملة نجدها تتردد كثيرا في التاريخ البدايات الأولى للدولة العثمانية. هذه الطريقة في السرد ستعرف بعض التحول عندما كان الزياني بصدد فترة حكم السلطان محمد الفاتح، حيث لا يكتفي بصد الأحداث بشكل مسترسل، ولكنه يتجاوزها إلى محاولة البحث في الأصول التاريخية والعودة إلى ما قبل الفترة العثمانية. ولعل أحسن مثال على ذلك هو عندما كان يؤرخ لفتح القسطنطينية، حيث عاد إلى علاقة المسلمين بالمدينة. على كل حال لا أريد أن أطيل لأنه الوقت يداهم، لأنتقل إلى لأنه هذا البحث كتبته وتعرضت فيه إلى تتبعت فيه العثمانيين في حضور العثماني في المصادر المغربية إلى القرن العشرين، مع الفتوى التي كان أصدرها ابن البواز والتي نشرت في نجمة العالم الإسلامي، والتي فتوى كتبت على شكل تاريخ لاغتصاب العثمانيين للخلافة. لن أجد وقت لعرض النقطة الثانية من ولن أجده لمناسبة أخرى. ما هي الخلاصات التي يمكن أن نتوصل إليها من خلال هذا العرض المبسط الذي تتبع؟ على كل حال لا أريد أيضا أن أضيع، أريد أن أشير إلى أنه في الكتابة المتعلقة بالكتابة العثمانية المتعلقة بالمغرب يمكن أن نميز بين نوعين، أي الكتابة التي تناولت الدولة العثمانية، تاريخ الدولة العثمانية، والكتابة التي تناولت التاريخ أو التواريخ العالمية. وبالنسبة لكتابة التواريخ آل عثمان توقفت عند نموذجين، نموذج هو يتعلق بكاتب تشالبي وهو حاج خليفة، والنموذج الثاني يتعلق بإبراهيم باتشاوي. لماذا
وقفت عند هذه النموذجين لسبب بسيط، هو أن حجي خليفة هو عاش في القرن السابع عشر وعاش فترة الأزمة وكتب كتاب عن تحفة تحفة الكبار في أسفار البحار، وفي تحفة الكبار في أسفار البحار يأتي على ذكر الحملات العثمانية في القرن السادس عشر، لأنه كان يريد أن يشهد أن العثمانيين كان يريد أن يقف عند الأخطاء التي ارتكبها العثمانيون في القرن السادس عشر قبل السابع عشر. والإبراهيم بتشاوي لأنه فصل في الفترة التي كانت فيها علاقات المغرب كثيفة مع الدولة العثمانية، سواء عند كاتب تشلبي وإبراهيم بتشاوي لا حضور للمغرب، لا حضور للمغرب، حتى تلك الحملات التي قادها العثمانيون على الأتراك العثمانيون على المغرب لا وجود لها في هذين الكتابين. كاتب تشلبي حتى تلك معركة وادي المخازن التي تكلم عنها الكثيرون وتكلم عن المساهمة العثمانية فيها لا وجود لهذه المعركة، رغم أنها كانت معركة بحرية بامتياز وشارك فيها العثمانيين. السبب هو أن كاتب تشلبي توقف عند حق الوادي عند معركة تونس. بالنسبة للتواريخ العالمية بالنسبة للتواريخ العالمية كانت عندنا أربعة تواريخ عالمية. التواريخ العالمية كتبت في نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر، والذي أنجز الكتاب الأولي هو مصطفى الجنابي، ومصطفى الجنابي خصص فقرة عن تاريخ الشرفاء السعديين والمقتصدين والشرفاء السعديين، والذين جاءوا بعده كلهم نقلوا عنه، وإلى درجة أن منجم باشل الذي كتب صحائف الأخبار يعني اضطر إلى استكمال معلومات بالاعتماد على أحد الحجاج المغاربة الذي التقى. الذي يهم هو أنه هذه التواريخ كلها كتبت باللغة العربية، هذا شيء أساسي، كتبت في القرن السابع عشر، وما يدعونا إلى التساؤل لماذا كتبت باللغة العربية، ولماذا جرى التأكيد أو كان الاهتمام بالتواريخ العالمية في هذه الفترة في نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر. شكرا لكم. شكرا دكتور عبد الرحيم، فعلا هذه محاضرة تحتاج إلى وقت، وأسف جدا يعني أن نقطع يعني هذه المتعة العلمية التي أدخلتنا فيها وضعتنا فيها محاضرة الدكتور عبد الرحيم. هذه المحاضرة وهذا البحث ليس طريفا ولطيفا فحسب، بل هو مهم لأنه يضع الإصبع على خلل، يعني يضع الإصبع على خلل سماه هذا التجاهل، وظاهرة التجاهل فعلا هي ظاهرة عربية بامتياز، ظاهرة التجاهل غير موجودة فحسب في ليست موجودة فحسب في المغرب، بل يعانيها المشرق أكثر، خاصة تجاه الجوار العثماني والجوار الفارسي، فيمكن أن نتحدث عن متلازمة عربية أنومالية يعني أو ديفو عربي بالعقلية التاريخية العربية في الإثنية المركزية الإثنية العربية في البحوث التاريخية بصورة خاصة في العقلية التاريخية الخاصة، ونعانيه في المشرق أكثر مما تعانوه في المغرب، فليس في المشرق ليس هناك فقط تجاهل وإنما
عداوة، هناك خصومة مع العثمانية ومع الأول، كان ذلك بسبب يعني وقت الإيديولوجيا القومية العربية التي اخترعناها لكم في المشرق وصدرناها لكم في المشرق. على كل مناقشة ممكن أن نعود إلى أسباب التجاهل تماما. يعالج هذا التجاهل أيضا دكتور مصطفى ستيتي وهو متخصص أصلي أوتونتيك، يعني حصل على دكتوراه في جامعة اسطنبول ويعرف الأرشيف العثماني جيدا. أبرز مؤلفاته معارك أهالي قطر وتورسيون في اسطنبول العثمانية وتونس في وثائق الأرشيف العثماني. أي علاقة للمؤرخ العربي بالمصادر العثمانية؟ سؤال مهم سيجيب عليه الدكتور مصطفى، فليتفضل. شكرا لك دكتور، وشكرا للحضور. الحقيقة أن هذا التجاهل كما ذكر الدكتور يطال أيضا المصادر العثمانية، وهي مصادر مهمة جدا. والحقيقة عندما طلب مني الدكتور عبد الحميد هني الكتابة عن هذا الموضوع، تذكرت يعني هذه المسألة وهي مسألة ملحة، والموضوع أو السؤال يخامرني منذ سنوات عندما كنت في إسطنبول. يعني أذهب إلى الأرشيف فلا أجد العرب، أذهب إلى المكتبات، مكتبة بيازيد أو مكتبة السليمانية أو مكتبة نور عثمانية أو المكتبة الملية في فاتح، ما في عرب. وعندما يعني حتى في الأرشيف حقيقة، عندما أقابل المسؤولين في الأرشيف يشكون من شيء، يقولون الياباني يأتي وهو مسلح باللغة العثمانية، والأمريكي يأتي وهو يعرف اللغة العثمانية، والفرنسي كذلك، لكن عندما يأتينا العرب يأتي وهو لا يملك شيئا، فنجد مشكلة حتى في التعامل معه. فإذا المشكلة عويصة وهي تحتاج إلى علاج. أريد أن أتناول هذا الموضوع من محاور ثلاثة كبرى. المحور الأول هو ما المقصود بالوثائق العثمانية؟ نتحدث عن الوثائق، وفي السؤال ما علاقة المؤرخ العربي بالمصادر العثمانية؟ نلقي الضوء على بعض هذه المصادر العثمانية. أعتقد أن أهم مصدر في هذا المجال هو الأرشيف العثماني. هذا الأرشيف حقيقة أرشيف غني جدا، والوثائق التي يحتوي عليها وثائق تعد بالملايين، حوالي 150 مليون وثيقة في الأرشيف العثماني، كم هائل جدا. لم يصنف منه إلى الآن سوى حوالي 70% من هذه الوثائق، حوالي 80 مليون إلى 90 مليون تم تصنيفها، وهي الآن متاحة في موقع الأرشيف العثماني، يمكن الدخول عبر الموقع والاطلاع على مواضيع هذه الوثائق وتاريخها بالميلادي أو الهجري أو الرومي. فإذا الكم الآن المتاح كبير جدا. هذه الوثائق ما يتعلق منها بالعالم العربي كمية كبيرة جدا، يعني حسب تقديرات المسؤولين هناك في الأرشيف حوالي 5 مليون وثيقة تتعلق بالقدس. وحسب التقديرات أيضا يعني بحث قمت به، ما يتعلق بتونس فقط حوالي 70 إلى 80 ألف وثيقة، ما يتعلق بالجزائر ربما يتجاوز ذلك، ما يتعلق بطرابلس الغرب التي بقيت تابعة للدولة العثمانية حتى بداية القرن العشرين يتجاوز 100 ألف وثيقة. قص على ذلك ما يتعلق بالعراق وسوريا وغيره. فإذا يعني الأرشيف العثماني مصدر مهم جدا وثري جدا بالنسبة إلى المؤرخ العربي وإلى الباحث العربي. وهنا أود أن أشير إلى كتاب كتبته المؤرخة التركية مباهات قطب غلوب، اسم الكتاب بلغاندي يعني لغة الوثائق، وهو كتاب يعني محوري ومهم جدا يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الوثائق، يعني من خلال بنية الوثيقة. عندما تجد في بداية الوثيقة مثلا شوكته أو كرامته أو مهابته
أو حشمته، هذه الألقاب التي نجدها في بداية الوثيقة تحيل على الجهة التي تذهب إليها الوثيقة أو يذهب إليها الخطاب. فهي عالجت هذه التقنيات، وأيضا عالجت مسألة الخطوط المستعملة في الوثائق، متى نستعمل النسخ، متى نستعمل الديواني، متى نستعمل مثلا السياقات، هذه السياقات اللي هو أصعب خط في الوثائق العثمانية، ويستخدم عادة في الكتابات السرية أو في ما يتعلق بالأمور المالية للدولة. فهذا كتاب مهم جدا، وحبذا لو تتم ترجمته إلى اللغة العربية للاستفادة منه استفادة كبرى. أيضا من المصادر المهمة كذلك كما ذكرنا قبل قليل المكتبات. المكتبات العثمانية غنية جدا بمصادر مهمة جدا، ولكن الباحث العربي والمؤرخ العربي ما زال يعني تعامله مع هذه الوثائق قاصرا جدا. عندما تحدث عن مكتبة السليمانية يجب أن نعرف أن فيها حوالي 100,000 مخطوط، 70% منها أو 70,000 وثيقة باللغة العربية. هذه ما زالت بكر، العرب والباحثون المؤرخون لا يعني ما حقق منها قليل جدا، وفيها يعني كنوز كبيرة جدا. أيضا مكتبة بيزيد، هذه المكتبة تزخر بالصحف، الصحف والمجلات التي كانت تصدر في الدولة العثمانية وهي متاحة يعني الآن. وعندما في رسالة الدكتوراه عندما كنت أبحث في موقف الدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي لتونس، وجدت أن هناك يوميات الاحتلال الفرنسي في تونس، يعني كل يوم تأتي مراسلات من تونس وتسجل ماذا حدث من بداية الدخول عبر الحدود الجزائرية إلى أن وصلت الجيوش الفرنسية إلى باردو، وبعد ذلك الانتشار داخل البلاد. يعني وأيضا نفس الشيء بالنسبة إلى طرابلس أو غيره. فمثلا صحيفة مثل صحيفة ترجمان الحقيقات أو ترجمان الحقيقة، صحيفة رائعة جدا يعني عثمانية وفيها معلومات نادرة. أيضا صحيفة وقت وغيرها من الصحف. أيضا المكتبة الملية أو ملة كتب هامسي، ترجمة المكتبة الشعبية، هذه موجودة في منطقة الفاتح القريب من بلدية اسطنبول. مكتبة أيضا أسسها فيضي أفندي أحد العلماء، أهداها عدد كبير من كتبه، وفيها أيضا خزائن كبيرة، يعني فيها مخطوطات وفيها الصحف وفيها مجلات، من أشهر هذه الجرائد جريدة شهبان. هذه أيضا تتبعت بالكتابة والصورة ما كان يحدث في طرابلس وغرب ليبيا، وهي مصدر مهم جدا للباحث والمؤرخ العربي. شهبان تعني الريشة الطويلة في جناح العصفور، فأبدو أنها كلمة فارسية. مكتبة أتاتورك، هذه المكتبة موجودة في تقسيم، هذه يعني كنز كبير أيضا، وهي مفتوحة 24 ساعة لا تغلق أبواب أبدا. المكتبة الآن المادة التي فيها أغلبها وضع في شكل PDF، ويمكن الدخول وتنزيل ما فيها من كتب ومن مخطوطات ومن خرائط ومن صور. والدكتور أمس حدثنا عن الصورة وعن معاني الصورة، فهذه المكتبة تزخر بألبومات كثيرة جداً.